مسؤول بالمركز الأوروبي يتوقع رفع أسعار الفائدة بقيمة 0.5% خلال فبراير ومارس المقبلين. وزير المالية الألماني يحذر من الانفصال السريع عن السوق الصينية. وهولندا تعتزم إغلاق أكبر حقل لاحتياطي الغاز الطبيعي في أوروبا بسبب مخاطر الزلازل. نشرة اقتصادية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. توقع عضو في مجلس محافظي المركز الأوروبي بأنه من المقرر أن يرفع البنك أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة خلال فبراير ومارس المقبلين، وأنه سيواصل رفع الأسعار في الأشهر التالية. كانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قالت إن المركزي سيواصل رفع معدلات الفائدة طالما أن الأمر يتطلب خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2%. وقد تعهد البنك في منتصف ديسمبر الماضي بمزيد من الزيادة في الفائدة وبشكل تراكمي. تم رفع نسبة الفائدة بمقدار 2.5% منذ يوليو الماضي، وهو ارتفاع غير مسبوق في سرعته. أشارت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية إلى أن معدل التضخم في بريطانيا لا يزال أعلى من 10% مع مواجهة البريطانيين لارتفاع أسعار الضروريات اليومية مثل البقالة وفواتير الطاقة. كما سيزداد أسعار الطاقة في أبريل المقبل ليرتفع متوسط فواتير الطاقة إلى 3000 جنيه استرليني سنويا، ما يزيد الضغط على ميزانيات الأسر المقيدة بالفعل. وأضافت الصحيفة البريطانية أن 47% من البريطانيين يعتقدون أنهم سيضطرون إلى تحمل المزيد من الديون قبل أن يتمكنوا من سداد ديونهم الحالية. تلقي معدلات التضخم المرتفعة بظلالها على ميزانية الأسر وقدرتها على توفير الاحتياجات الضرورية. التضخم في بريطانيا لا يزال أعلى من 10% مع مواجهة البريطانيين لارتفاع أسعار الضروريات اليومية مثل البقالة وفواتير الطاقة. هذه الأوضاع مرشحة للتفاقم في المستقبل القريب، حيث تشير التوقعات إلى أن أسعار الطاقة ستزيد في أبريل ليزيد متوسط الفواتير إلى 3000 جنيه استرليني سنوياً، ما يزيد الضغط على ميزانية الأسر المثقلة بالأعباء. الوضع دفع 47% من البريطانيين للاعتقاد بأنهم سيضطرون إلى تحمل المزيد من الديون قبل أن يتمكنوا من سداد ديونهم الحالية، وفق بحث أجرته صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية. مشكلات الاقتصاد البريطاني لا تقتصر على ذلك، إذ تراجعت مبيعات التجزئة في البلاد خلال الشهر الماضي على نحو يفوق التوقعات في ظل ضغوط تكاليف المعيشة. هذه البيانات تعكس مدى ارتفاع التضخم الذي اقترب من أعلى معدلاته خلال 4 عقود، وصار يستنزف الطاقة الشرائية، كما تسبب في أكبر انخفاض في معدلات الدخل الحقيقية وتراجع ثقة المستهلك بشأن الآفاق الاقتصادية في البلاد. في الوقت نفسه ذكرت مؤسسة GfK للدراسات التسويقية أن مؤشرها لثقة المستهلك تراجع بواقع 3 نقاط إلى سالب 45 نقطة خلال الشهر الجاري، في أول تراجع للمؤشر خلال 4 أشهر. ومن المرجح أن يرفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة مجدداً في محاولة لإحكام السيطرة على ارتفاع الأسعار. يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو قبل أن يترأس اجتماعا مشتركا في الذكرى 60 لمعاهدة الإليزي التي أسست لمصلحة وصداقة بين فرنسا وألمانيا. يناقش الاجتماع موضوعات الاقتصاد والطاقة والدفاع والسياسة الأوروبية. هذا ومن المتوقع أن يكون التعاون في مجال الطاقة هو محور المناقشات. أكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن على ألمانيا تقليص اعتمادها على الصين بشكل تدريجي، لأن فك الارتباط بالسوق الصينية سيؤدي إلى فقد الوظائف في البلاد. وأضاف ليندنر أنه لابد أن تصبح مناطق وأسواق العالم الأخرى تدريجيا أكثر أهمية للأعمال الألمانية خلال السنوات والعقود القادمة، ولابد من تحسين الظروف السياسية
من أجل ذلك. بعد 5 عقود من العلاقات المثمرة بين ألمانيا والصين، يبدو أن هذه العلاقات بدأت بالفتور والتوتر، وأصبح التباعد السياسي يعكس نفسه على العلاقات الاقتصادية بين البلدين. تباعد أكده سعي برلين إلى الضغط على بكين لتحقيق تكافؤ في الفرص أمام الشركات الألمانية والأوروبية التي تعمل في الصين، فيما تقوم الحكومة الألمانية بإعادة تقييم ضمانات الاستثمار والتصدير التي توفرها للشركات العاملة هناك. في السياق ذاته، طالب الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يتزعمه المستشار الألماني أولاف شولتز بالحد من اعتماد البلاد على الصين والاستفادة من تجربة التخلي عن قطاع الطاقة الروسي بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا. كان المستشار الألماني أعلن في نوفمبر الماضي تغييراً في استراتيجية بلاده تجاه الصين قبل ساعات فقط من زيارته الأولى إلى بكين منذ توليه منصبه عام 2021. وبعدها أكد شولتز أن مخرجات مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الأخير أقنعته بأن تغيير سياسة برلين تجاه بكين بات أمراً ضرورياً. أما وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر فأكد أنه على ألمانيا تقليص اعتمادها على الصين بشكل تدريجي، موضحا أنه لابد أن تصبح مناطق وأسواق العالم الأخرى تدريجيا أكثر أهمية للأعمال الألمانية خلال السنوات والعقود المقبلة. علاوة على ذلك، تعمل وزارة الطاقة الألمانية على تقليل اعتمادها على الصين فيما يتعلق بالمواد الخام والبطاريات وأشباه الموصلات. وفي أعقاب تلك الإجراءات، أوضحت وكالة الاستثمار الألمانية تراجع بكين من المركز الثاني إلى المركز الرابع في قائمة أهم مستوردي السلع الألمانية، بينما لا تزال الصين أهم مصدر لألمانيا منذ 7 سنوات، محذرة من أن التجارة الخارجية الألمانية مع الصين تعاني من اختلال متصاعد. قال وزير التعدين الهولندي هانس فيلبريف إن بلاده تريد إغلاق حقل جرونينجن الذي يضم أكبر احتياطي غاز طبيعي في أوروبا. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن هولندا تعتزم إغلاق الحقل الواقع شمالي البلاد على الحدود مع ألمانيا في الأول من أكتوبر المقبل بسبب مخاطر حدوث الزلازل، لكن يمكن تأجيل الإغلاق حتى أكتوبر 2024 حال استمرت أزمة نقص إمدادات الغاز بأوروبا إلى ما بعد فصل الشتاء. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ونعود من بعده لاستكمال هذه الجولة الاقتصادية. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام من جديد. توقع محللون اقتصاديون انكماش النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة على مدى ربعين متتاليين في منتصف هذا العام. وفقا لمسح أجرته بلومبرج على 73 اقتصاديا، فإنه من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.6% على أساس سنوي في الربع الثاني و0.3% في الربع الثالث مع ركود الانفاق الاستهلاكي. كما يتوقع الخبراء أن يرتفع معدل البطالة من أدنى مستوى له في 5 عقود عند 3.5% إلى ما يقرب من 5% بحلول نهاية العام، حيث تقوم الشركات بتخفيض عدد الموظفين للسيطرة على التكاليف. توقعات بركود وانكماش في الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة مؤشرات قاتمة صادرة عن مستقبل الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري 2023.
وكالة بلومبيرغ أشارت في مسح اقتصادي أجرته حول الاقتصاد الأمريكي إلى أن الناتج الإجمالي للولايات المتحدة من المتوقع أن ينخفض بمعدل 0.6% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي و 0.3% في الربع الثالث. وأرجع محللون اقتصاديون الانكماش المتوقع في النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة على مدى الربعين المتتاليين في منتصف هذا العام إلى الارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وقال خبراء اقتصاديون إن استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة دفع الشركات لاتخاذ موقف دفاعي من خلال تقليص خطط التوظيف والاستثمار بشكل حاد، وهو ما انعكس بدوره في صورة ركود الإنفاق الاستهلاكي وتراجع الاستثمار في الأعمال وضعف الإنتاج الصناعي. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يرتفع معدل البطالة من أدنى مستوى له في 5 عقود عند 3.5% إلى ما يقرب من 5% بحلول نهاية العام الجاري، حيث تقوم الشركات بتخفيض عدد الموظفين للسيطرة على التكاليف في ظل تنامي المخاوف من ركود قادم وانكماش في الاقتصاد الأمريكي. وسارعت العديد من الشركات وفي مقدمتها كبرى شركات التكنولوجيا إلى إلغاء عشرات الوظائف من قوتها العاملة وسط توقعات بأن تنخفض الوظائف بمقدار 45,000 وظيفة شهريا في المتوسط في الربع الثاني من العام الجاري، ثم بمقدار 104,000 في الإطار الزمني من يوليو إلى سبتمبر المقبلين. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أنه من المتوقع أن تعلن البرازيل والأرجنتين أنهما تعملان على وضع خطط أولية لإنشاء عملة مشتركة. وقالت الصحيفة إن أي خطة بهذا الشأن ربما تستغرق أعواما لاستكمالها، مشيرة إلى أن المباحثات بهذا الشأن قوبلت في الماضي بالتشكيك في بعض دوائر القطاع المالي. قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أنه سيأخذ الوضع الاقتصادي في الاعتبار عند اختيار محافظ بنك اليابان القادم. وأكد كيشيدا أن بنك اليابان والحكومة يعمل كشيء واحد لتحقيق النمو الاقتصادي، والذي يتضمن زيادات هيكلية في الأجور وتحقيق الاستقرار في الأسعار بشكل دائم، مشيرا إلى أن هذا الموقف الأساسي لن يتغير. وتتابع الأسواق العالمية عن كثب من سيخلف محافظ بنك اليابان الذي تنتهي فترة رئاسته التي استمرت 5 سنوات في 8 أبريل، وكذلك نائبه اللذان تنتهي فترتهما في 19 مارس. تدفق سائحون صينيون إلى شواطئ تايلاندية في أولى رحلاتهم للخارج منذ رفع الصين قيود كوفيد-19 الصارمة وفتح حدودها. استعدت مناطق الجذب السياحي في آسيا لعودة السياح الصينيين الذين كانوا ينفقون 255 مليار دولار سنويا على مستوى العالم قبل الجائحة. وتعتمد دول من تايلاند وحتى اليابان على الصين باعتبارها أكبر مصدر للزوار الأجانب، فيما تتوقع الحكومة التايلاندية أن يأتي ما لا يقل عن 5 ملايين سائح صيني هذا العام. كما رحبت الشركات وجهات الأعمال بعودة السائحين الصينيين رغم مخاوف من الارتفاع الضخم في أعداد الإصابات بكوفيد-19 في الصين. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا لختام هذه الجولة الاقتصادية. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. أشكر حضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.